السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم في وصفة جديدة مع فاطمة. وبالنسبة لهذه المقادير اللي كاتبتهم بالعربية في آخر الفيديو وتحت الفيديو، اليوم غادي نقدم لكم حلوى مشهورة كثيرا هنا في كندا وتحضر في المناسبات. تسمى هذه الحلوى سكر à la crème، أي السكر بالكريمة. يوجد عدة طرق لتحضيرها، وهذه الوصفة تتطلب ترمومتر للحصول على القوام المطلوب. وإذا ما كانش عندكم متوفر الترمومات، غادي نشرح لكم الطريقة كيفاش تصنعوها بدونه. سنمر الآن مباشرة إلى المكونات وطريقة التحضير. بسم الله. بالنسبة للمكونات، سنحتاج كوب نتاع كريمة الطهي، ما يعادل 250 مللتر. أنا نستعمل هذه النوعية 35%. نحتاج أيضا كوب نتاع السكر البني سكر كاسوناد أو سكر غو، ما يعادل 200 غرام. نحتاج أيضا كوب نتاع سكر ناعم أو سكر غلاس، ما يعادل 150 غرام، يعني كوب من كل نوع. نحتاج أيضا زوج ملاعق كبار سيرو نتاع مايس، تقدروا تعوضوه بالجلوكوز، الجلوكوز متوفر في السوق. نأخذ كاسرونة وغادي نوضعوا فيها جميع هاد المكونات اللي ذكرتهم، السكر الناعم مع السكر البني، الكريمة والجليكوز او سيرو تاع مايس. الى ما كانش متوفر عندكم كريمه الطهي السائله، تقدروا تعوضوها بالحليب المركز الغير محلى او المحلى. الى استعملتوا الحليب المركز المحلى، نقصوا كميه تاع السكر. غادي نخلطوهم هكاك بالملعقه، من بعد غادي نوضعوا الكاسرونه فوق نار متوسطه ونقعدو نحركو باستمرار باش هذاك السكر يدوب. من بعد ما يبدا الخليط يغلي على هذا الشكل، غادي نوضعو ترمومتر وفي الخليط، وغادي ننتظر حتى الترمومتر يدلنا على درجة الحرارة 117 درجة مئوية او حتى 120 درجة مئوية، تحصلوا على نفس النتيجة. وما تنسوش مرة على مرة تخلطوا باش ما يسقلكمش الخليط في قاع الكاسرونة. بعد ما توصل درجة الحرارة 117 درجة مئوية، إلا ما كانش عندكم هنايا ترمومتر، تقدروا تتأكدوا بواسطة الكاس تاع الماء، توضعوا كمية في كاس تاع الماء، وهنا تشوفوها ولات صلبة بسرعة، يعني غير توشي هذاك الماء البارد تولي كتلة صلبة. هنا الخليط تاعنا راه جاهز. أو من تخلطوا الخليط تاعكم لازم يتنحالكم من الكاسرونة بسهولة. شوفوا هنايا كيفاش الكتلة تكونت، هنايا الخليط تاعنا راه جاهز. غادي نطفو على النار ونحو هذاك الترمومات ونزيدو الزبدة. الزبدة تعطي لمعان الخليط وأيضا ما تخليهش يولي صلب، ونقعدو نحركو باستمرار باش هذيك الزبدة تذوب تماما. وفي الأخير أضفت عطر الكراميل، تقدروا أيضا إضافة عطر الفانيلا في مكان عطر الكراميل. أضفت فقط كمية قليلة. غادي نخلو الخليط تاعنا حتى يصبح دافي، من بعد غادي تميكسوه أو تضربوه بالضراب الكهربائي. هذه المرحلة ما سجلتهاش هنايا، راني بعد هنايا ما ميكسيته، وضعته في قالب كنت دهنته بقليل من الزبدة، ووضعت فيه ورق الطهي، وقمت بتفريغ هذاك الخليط فيه وخليته حتى يبرد على درجة حرارة الغرفة. من بعد وضعته في الثلاجة، لازم توضعوه مدة طويلة في الثلاجة باش يولي لكم صلب. من الأفضل تحضيره في الليل وحتى الصباح تقسموه. بعد ما ولا الصلب كما راكم تشوفوا فيه في الصورة، غادي نحوه من القالب. تقدروا تقسموه داخل القالب إلى قطع صغيرة، أو تنحوه كامل وتقسموه فوق الطاولة. من وضعت ورق الطهي في الاسفل يتنحالكم بسهوله، وهذا الكاطو حاولوا عليه غير بالعقل لانه يتفتت بسهوله. غادي نقسموه الى مكعبات كما يتباعوا في المحلات. غادي تشوفوا وحده نحلها لكم وتشوفوا كيفاش يجي هش كثير وعندها بنه رائعه مثل حلوه الكراميل، ويجي فوندون وشهيه طيبه. بالنسبه لملاحظه اليوم، الملاحظة الأولى قلتها في الفيديو، في مكان كريمة الطهي السائلة تقدروا تعوضوها بالحليب
المركز إما محلى أو غير محلى. إذا استعملتوا المحلى لازم تنقصوا كمية السكر في الوصفة. والملاحظة الثانية، عوض ما تفرغوه في قالب كبير تقدروا تفرغوه في قوالب فردية صغيرة نتاع السيليكون. وصلنا إلى نهاية وصفة اليوم، وإن شاء الله تكون عجبتكم، وأقولكم مع السلامة وإلى الوصفة الجاية إن شاء الله.